بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد وراء وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فللناس في كل زمان ومكان هموم، وهموم الناس مختلفة ومتنوعة. هموم الناس لا تنقضي، وهذه الهموم تنقسم إلى قسمين: هموم محمودة ومطلوبة، وهموم مذمومة ومرفوضة. فالهم أو الهموم، هموم جمع هم، فمعناه الأحزان، وللناس أحزان وللناس هموم، إلا أن هذا الزمان يختلف عن الأزمان الغابرة السابقة، وذلك لكثرة وسائل الهموم ووسائل الأحزان. فأغلب الهموم هي هموم دنيوية محضة صرفة خالصة، أما هموم الدين فقلما تجد من يحملها، مع أن الأصل في المسلم أن يحمل هموم الدين، لأن الله ما أوجده لهذه الدنيا إلا من أجل أن يحمل هم الدين وأن يعرف كنه وحقيقة وجوده، ولماذا خلق، ولماذا صور، ولماذا وجد على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض. لا شك أن الجواب معلوم لدى كل الناس، وهو عبادته وتوحيده وطاعته، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه وجمع شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همه فجعل الله الفقر بين عينيه وفرق شمله، ولم تؤته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينما يستيقظ الإنسان من نومه فوجب أن يفكر في الدين أولا، أن يفكر في علاقته مع الله أولا، أن يفكر في الآخرة أولا، لأن الهموم الدنيا والدنيوية لا تنقضي كما قلت، وتنقضي من جهة أخرى، وهي بوفاة الإنسان وبموته، بمعنى أن المشاكل تجمع والهموم تجمع والملفات تجمع، كل الهموم التي كانت عندك فلن يبقى لها وجود، ولكن الهم الدين يفيدك، يصير معك، يسافر معك، يلازمك، أي ينفعك، هو الذي سيدخلك الجنة. لذلك الإنسان الذي يحمل هم الدنيا هو أصلا فاقد للعقل، فاقد لعقله، لأن الناس تحمل هموم الدنيا والمال وجمع المال والمستقبل والسكن والأولاد، فيحملون الهموم
التي قد تمرضهم، مع أن العاقل يأخذ بالأسباب ويترك الأمر لله عز وجل، يترك الأمور لله عز وجل. بهذه الهموم الكثيرة الدنيوية نتج عنها ونتجت عنها أمراض، قلاقل، اكتئاب، مصائب، مشاكل. فتجد الإنسان مريض، تجد الإنسان مريضا. بماذا هو مريض؟ دنيا، إما أنه خسر، وإما أنه فشل، فشل في أمر دنيوي، وإما أنه افتقر، وإما أنه أفلس في تجارته، وإما أن هذا الهم سبب أولاده أو زوجته أو أمر أو وظيفة أو عمل. هموم كثيرة تجعل الإنسان مريضة قلقة. فتجد البعض يعرض نفسه على الأطباء النفسانيين، مريض. هل هو مريض من أجل الدين؟ فاتته الصلاة، لم يصلي وهو أيام كان شابا. هل هو مريض على أنه ارتكب معصية أو ذنبا وخشي أن لا يغفر له، مع أن الله عز وجل وعد المذنبين التائبين بالمغفرة والرحمة؟ لا، كل الأمراض سببها هموم الدنيا. لم يكن عند آبائنا وأجدادنا هذه الهموم أبدا. هل كان آباؤنا وأجدادنا؟ تأملوا معي وتخيلوا وفكروا، واش الآباء ديالنا والأجداد ديالنا كان يمشيوا الأطباء النفسانيين؟ كان شي طبيب نفساني يمشي عنده يقول له عندك مرض الاكتئاب، مرض القلق، مرض الأعصاب، مرض الزهايمر، مرض الوسواس، مرض. لم تكن معروفة أبدا، ولم يكن هناك طبيب. واش الآباء ديالنا وأجدادنا كان عندهم في زمانهم ما يسمى الآن بالرقات؟ مريض الإنسان يقول له روح دير الرقية، روح دير الرقية، أنت مريض روح دير الرقية، روح السحاب، روح الشواف. ما كانوا يعرفونها هذه الخرافات، لا سحارة ولا مشعوذين ولا شوافة ولا كذا. لماذا؟ علاش؟ لأنهم كانوا لا يعرفون إلا الله، يأخذون بالأسباب الدنيوية ويتوكلون على الله ويعتمدون عليه ويحافظون على الصلوات ويذكرون الله ويلازمون ذكره، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. ما كانش يعرفون هذه الوسائل تاع الهموم الأمراض، الهاتف، التلفازة، فضائيات، الإنترنت، وبالإضافة إلى متطلبات الحياة التي فرضت علينا فرضا. خصك القطعة على الأرض، خصك السكن، خصك الضوء، خصك الماء، والزواج والتكاليف والمصائب. فعيش الإنسان في قلق، في قلق. الحديد يذوب، الحجر يتفجر من كثرة هذه الهموم. وهذه الهموم أعطينا لها واحد المقدار أكثر مما تستحق، واحد يعني القوة في أنفسنا مما رجعت علينا سلبا على حياتنا وعلى أجسادنا وعلى عقولنا. إذن آباؤنا وأجدادنا كانوا يحملون الهم الدين، مع أنهم كانوا ثقافة محدودة ووعي محدود، وربما أغلبهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. الآن ثقافة، العلم، شواهد، تطور، تكنولوجيا، ولكن أغلب الناس مرضى. ثم العداوة بين هذا وهذا، ثم قطيعة الرحم بين العائلات،
وبين الناس والإساءة فيما بين الناس. إذن الناس تعيش مشاكل وهموم قلاقل، الهموم تاع الأولاد، يفكر يقرأ يتخرج يفكر له يحمل الهم الوظيفة ثم العمل ثم الزواج ثم الأمراض اللي تنتج عن هذا. ولماذا هذا كله؟ السبب البعد عن الله عز وجل. ما بقيناش نخافوا الله، لأن الله وعد عباده والله لا يخلف وعده. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلا بغيت الله يرزقك ويوسع عليك في رزقك، ما معنى وسع رزقك؟ ماشي يعطيك 20 مليار، أراه البركة في الرزق والرزق، الوسع في الرزق والبركة. يبعد عليك الله الأمراض والمشاكل والمصائب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل المشاكل من كل المصائب ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. يحمل هم الدين، الله يكشف جميع همومك الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد مهموم في المسجد فعلم له واحد دعاء فأذهب الله همه وغمه. قال له قل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قالها الدعاء فأذهب الله همه وغمه. الهموم داخل الأسرة، الزوجة خصها تخرج تحوس، إلا بقات في الدار أسبوع كامل توقع المشاكل تنفجر. خصنا السياح صندورو كاين اليوم صباح الخروج. الأولاد كذلك، الرجل كذلك هم عنده في الدار، ما كيرتاحش مع أولاده ولا مع زوجته ولا مع أبنائه ولا مع بناته. 24 ربما 12 ساعة هو في المقهى، خصوصا إذا كان عنده التقاعد ولا عنده كذا ولا ما خدامش ولا، طوال اليوم هو في المقهى ما يأتي إلا بعد العشاء يجي العشاء، حتى أولاده ما كيجلس معهم. هموم هموم سببه البعد عن الله عز وجل. كاين الآن الفرح، كاين اللي يجلس مع أولاده الفرح يفرح بربكم. إنسان كل واحد يفكر في نفسه، جالس يتعشى ولا مع أولاده قبل العشاء قبل العشاء، يجلس مع أولاده مع بناته ويضحك ويبتسم ويتحدث معهم أشنو قريت اليوم أنت وشنو طلعت ماذا رأيت أشنو استفدت، حكي لي شي حاجة ولدي حكي لي شي حاجة بنتي. الآباء الآن يدخلوا البيوت كالأسود يزأروا، أهو جاء أهو جاء، دخلوا كل واحد فين يهرب فين يدخل. الولد يجي متأخر يرقب واش باه نعس ولا فايق، يا بلاتي نسلت. هذا كينوض مع الفجر بعد الفجر والولد نائم في شخير، في نوم عميق. فين هي راحة الأسرة؟ فين هي وئام الأسرة؟ سعادة الأسرة؟ فين هي تآلف؟ فين هي وئام؟ كلها شبه مندثرة. علاش؟ بعدنا عن الله عز وجل، بعدنا عن دين الله تبارك وتعالى. الولد في الدار ما كيحفظش القرآن، آية من القرآن ما كيحفظهاش. البنت كذلك، يشري لهم الكسوة مزيان، يوفر لهم الحياة، البيساء، الهواتف، هذه الشبكات العنكبوتية، حواسيب، فضائيات، ولكن الأسرة مشتتة. فخططوا لنا فنجحوا في تخطيط، خطوا لنا والله لا نجحوا في تخطيط. فرقوا الأسر، شتتوا الأسر، هذا داخل الأسرة الواحدة. أما العائلات فإذا جاء الضيف بكري كان الناس إذا جاء الضيف يفرحوا به، جاء الضيف يفرح يفتح له قلبه
يبتسم له. الآن إلى اتصل به في الهاتف أرني جاي يقول لي مشغول، تا فيما بعد اتصل بي الله يجازيك بخير. وإلى جاء طرق يا لطيف يا لطيف، هو جاء هو جاء، الخير كله موجود، ولكن لا يستطيع أن يجلس مع الضيف. علاش؟ ثقيل، أثقيل الملاهي والمشاغل. لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الآن غير أموال، ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن أيها الأحبة، لابد أن نراجع أنفسنا وأن نحمل هما واحدا وهو هم الدين. فإذا حملنا هم الدين كفانا الله جميع الهموم وكشف الله عنا جميع الغموم. هموم أولادك والله تنكشف، غموم نفسك والله تنكشف، الأمراض تزول، ما عسر عليك ييسر، ما شق عليك الله يخففه عنك. ولكن نحمل هم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، أصلح حالنا وأحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.